جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأموال التي مصدرها الربا، ماذا يعمل بها صاحبها بعد التوبة إذا لم يقدر أن يتوصل إلى أصحابها؟ المرابي إذا تاب إلى الله وعنده أموال جمعها من الربا فإنه يتخلص من هذه الأموال بوضعها في مشروع من المشاريع العامة، تخلص منها أو يعطيها للمحتاجين، لا من باب الصدقة وإنما من باب التخلص منها وانتفاع هؤلاء المحتاجين بها. أما إذا تاب وله أموال ربوية في ذمم الناس وعند الناس فإنه لا يجوز له أن يأخذها، بل يترك الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني الذي في ذمم الناس إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.